معي عبر الهاتف من عدن الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة اليمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور علي. طبعا غير موضوع الصحة والدعم لكل قطاع على حدة، كيف تابعت المبلغ المقدم من التحالف؟ وعندما يقول وزير الخارجية الجبير التحالف سيعمل على وضع آلية لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها، إلى أي درجة يجب العمل على هذا الموضوع الذي يطرح الكثير علامات استفهام عليه، على آلية التوزيع، أولويات التوزيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على اللفتة الكريمة فيما يخص الدعم المقدم أهلا وسهلا من التحالف للشعب اليمني. أنا سأتحدث عن موضوع الدعم بما يتعلق بالمجال الصحي والتغذية. حقيقة هناك تنسيق بين الصحة العامة والسكان والأخوان في مركز الملك سلمان لقاءات والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الدولية للقاءات الكويتية. التنسيق منذ ثلاث سنوات تقريبا، هناك دعم سخي تلقيناه من الأخوان في مركز الملك سلمان ومن صوت يتقطع، لا أعرف إذا بالإمكان أن نعيد، وانقطع أصلا، يعني استفدنا بها الجملتين على الأقل. إذا أمكن سنعود إليك دكتور علي بسياق هذه الساعة لمعرفة معلومات أكثر عن هذا الموضوع. من عدن دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة اليمنية، شكرا. نعود لضيفنا الكريم عبر الهاتف دكتور علي. طيب، لنتأكد بداية إذا الصوت أفضل. كنت تتحدث عن التنسيق بينكم دكتور علي. نعم، في تنسيق مشترك مع مركز الملك سلمان للقاءات والاعمال الانسانيه والهلال الاحمر الاماراتي واللجنه العليا للقاءات الكويتيه. هناك دعم سخي تلقيناه في قطاع الصحه في دول التحالف العربي وخصوصا مركز الملك سلمان للقاءات والاعمال الانسانيه والهلال الاحمر الاماراتي واللجنه العليا للقاءات الكويتيه. تم ارسال ما يزيد عن 53% من الادويه والمستلزمات الطبيه الى المناطق التي تخضع لسلطه الميليشيات، بحيث انه نحن كوزاره شرعيه مسؤولين عن جميع ابناء الشعب اليمني. هناك دعم سخي، والمبالغ الذي حددت اليوم بقطاع الصحه بكل تاكيد سيكون فيها تنسيق مثل ما تم التنسيق مسبقا. تنسيق، ما المبلغ؟ هل من رقم ممكن ان نتحدث فيه عن المبلغ الذي سيحدد يوزع للقطاع الصحي تحديدا من ضمن المليار و500 مليون؟ هو القطاع الصحي حقيقه على الشعب اليمني دون تلميذ مميزين عن 55%، لم يتبقى الا 45%، وهذه ال 45 لم تشتغل بشكل كافي. وبكل تاكيد ان هذا الدعم سيحسن القطاع الصحي من الوضع الصعب الذي هو فيه. الوضع الصحي هو على وشك الانهيار، لكن بدعم من الاشقاء وبدعم من دوله التحالف العربي الصحه العامه والسكان ان تحافظ على القطاع الصحي. وزارة الصحة العامة والسكان تقوم بدور كبير جدا في كثير من المحافظات، حتى المحافظات التي تخضع لصندوق الانقلاب. تم ارسال محاليل الغسيل الكلوي الاسبوع الماضي، منها 800 لصنعاء، 700 لصنعاء، و400 لمحافظة إف، و500 لمحافظة الحديدة، من بدعم من مركز الملك سلمان لإقامة الأعوان الإنسانية، تم ارسالها من العاصمة عدن. هناك جهود كبيرة تبذل وتنسيق مشترك بين الوزارة والحكومة الشرعية مع نعم، سنكتفي بهذا القدر. أنا أشكرك جزيلا، أعذرني على المقاطعة، من عدن دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة اليمنية.